شركة أمازون الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت تتلقى ضربة موجعة بإضراب 1100 من عمالها في ألمانيا منذ أمس الاثنين في فترة الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد التي تعد أكثر فترات السنة مردودية بالنسبة لهذه الشركة. العمال يطالبون بزيادة في الأجور. إحدى النقابيات: نريد أن يعرف الناس بوضوح ما هي مطالبنا وعماذا ندافع. سنقرر لاحقا إن كنا سنواصل الإضراب أو لا. طرد أو اثنان من طرود أعياد الميلاد سيصلان متأخرين، ولا أعتقد أن الأعياد ستمر دون هدايا. هذا الإضراب الجاري في ألمانيا ثاني أهم سوق بالنسبة لشركة أمازون بعد الولايات المتحدة الأمريكية بمبيعات قاربت 7 مليار يورو العام الماضي، يأتي بعد أشهر من التوتر في العلاقات بين الشركة والنقابات. شركة أمازون التي توظف 9000 عامل في مراكز التوزيع التابعة لها في ألمانيا بالإضافة إلى 14,000 آخرين من العمال المؤقتين تقول إن الإضراب لم يستجب له، غير أن النقابات تؤكد العكس. الإضراب قد يتوسع إلى الفرع الأمريكي لشركة أمازون غدا الثلاثاء.